سيد يعقوب. مرحبا. مرحبا. منهم أشهر الناس اللي تخصصوا بعزف الهبان سيد يعقوب؟ أشهر الناس عندنا واحد قال لك كدم إسماعيل خيري، ومبروك مصبح عبد الله إبراهيم، هذول من أبناء الخليج. إيه. وعندنا واحد قال له عيدان. إيه. كويتي. هذول ناس مشهورين بعزف الهبان. مشهورين. إيه. أنت تعتبر المشهورين؟ إيه نعم. يعني كم سنة صار لك تعزف هبان؟ أنا صار لي يمكن من عمري 10 سنوات أنا عازف، ليه صار إحنا عمري 55. عجيب. سيد يعقوب. نعم. عدد فرقتك؟ عدد فرقتي 28 نفر. 28. أي نعم. الفرقة هذه من متى أنت مؤسسها؟ مؤسسها صار لها تقريبا يمكن 35 سنة. 35. أي نعم. طيب العازفين القديمين اللي عندك وين؟ لازالوا موجودين؟ موجودين. 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 نفس الأشخاص اللي إحنا شايفينهم بالصورة؟ أي نعم، الرجال نفس الأشخاص، لكن البنات لا، مو كلهم، فيهم يد. فيهم يد. أي نعم. سيد يعقوب. نعم. تعرف انت اصل الهبان هذا منين ومتى دخل الكويت؟ اصل الهبان هذا الله يسلمك اصلي تم فارس. ايه؟ اصلي تم فارس. ايه؟ قال له واحد عندنا مبروك مصبح هذا. ايه؟ اللي عشان الهبان جد جد من جد مبروك مصبح. هذول اللي هم اللي أسسوا الهبان. اللي أسسوا الهبان. أسسوا الهبان، وبعدين الهبان انتشر على السوق. على الخليج. على الخليج وعلى المنطقة كلها. احنا شايفينه حفلة عرس. نعم. صح؟ صح. هذا المعرس؟ هذا المعرس. يحسنونه؟ يحسنونه، نعم. هذه عادة قديمة؟ هي عادة قديمة. يا ريت تشرح لي العادة هذه من أولها. يعني من أول ما تبتدون حفلة الزواج. أول ما نبتدي؟ إيه؟ المعرس يسوي فيه؟ أول ما نبتدي الله يسلمك ونجيب المعرس قاعدة. بعدين نحنيه. إيه؟ نعقب الحنة، نشف الحنة، نحسنه. أيه. نجيب كرسي ونحط على كرسي ونحسنه. أيه. ومن عقب التحسونه نوجه صفه. أيه. عقب ما سبحنا نلبس هدوم. أيه. نلبس هدوم العرس، بعد نرده في محله، والتمارة تأخذ الكحل. أيه. الكحل عيونه ونشونه هذا. تركوا العادة هذه ولا الحين مستمر؟ لا بعضهم لما الحين. لما الحين. لما الحين. يفهم ما احنا يسركم على الاول ما خلي.
بعض الناس بعد. سيد يعقوب، نعم. انت قلت لي ان في كل مناسبه في عزف خاص. اي نعم، يعني ساعة الحمه لها معزوفه خاصه. اي نعم. ساعة مثلا تحسونة لها عزفة خاصة. اي نعم. ساعة دخلة المارس على العروس عزفة خاصة. اي نعم. تمام؟ تمام. انت رئيس الفرقة. اي نعم. وانت واضح الان تبي تعزف لنا مقطوعة بنفسك مثل ما احنا شايفين. نعم نعم. سيد يعقوب. نعم. انت كم تاخذ على الحفلة عادة؟ الحفلة اخذ عليها إيه؟ مثلا نشت واحد تاجر يعني زين دنقين، ها إيه؟ حالته قوية 100-150-200 إيه؟ وراعي المعاش على قد معاشه، على قد معاشه إيه، أساعد يعني مساعده مني أنا، ما ضيج عليه يعني. راعي المعاش كم تاخذ منه؟ أخذ يعني تقريبا 50-60 دينار على قد حاله. راعي المعاش شاخذ منه ويبسي فرح يعني يتونس، أنا رحنا أخذ منه وايد ما يصير. شلون حال الفرقة ماشي؟ فرقة والله ماشي الحمد لله، ماشي ماشي ماشي. إي نعم. سيد يعقوب. نعم. حياك الله. الله يحييك ويعطيك العافية. الله يسلمك. مشكور. ممنون.